إذا ما صادف أي إشكالية الحمد لله عمليات كلها في غرض أنه إخراج هذه العملية بأحسن صورة. أهلا دكتورة، أهلا حضرتك دكتورة. حبينا نطمئن إنه الطلبة كلهم التحقوا بالامتحان. الامتحانات الإلكترونية، هذا المصطلح الذي أثار جدلا كبيرا لدى الطلبة عند تبنيه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اليوم وبعد انتهاء قسم من الكليات من أداء هذه الامتحانات واستمرار البقية، كيف نقيم هذه التجربة، تجربة الامتحانات الإلكترونية في جامعة الموصل؟ ابتداء شارك في هذه الامتحانات ما يقارب 46 ألف طالب. قمنا في الجامعة بتقسيم هؤلاء الطلبة على 3 وجبات لكي نتجنب الضغط الكبير على الإنترنت وتجنبا لانهيار الشبكة، خصوصا وأن شبكة الإنترنت في مدينة الموصل تعاني من بعض المشاكل خصوصا خلال فترة الامتحانات. قسمنا الوجبات والحمد لله والشكر ابتدأنا بالامتحانات، واليوم أنهينا قسم من الكليات وقسم من الكليات الأخرى لا تزال مستمرة. العملية سلسة، لم تحدث لدينا إخفاقات كبيرة. واجهنا مشاكل كثيرة خلال العمل ولكننا استطعنا التغلب عليها، والحمد لله والشكر العمل والامتحانات مستمرة وناجحة بشكل كبير. أيضا اتفقنا مع شركات الاتصالات آسيا وكورا كوزين على توفير خدمة انترنت مجانية للطلبة بقيمة 500 ميجا يوميا، تفعل بشكل يومي لغرض الامتحان، وهذه تكون بشكل احتياط في حال توقف الانترنت. والحمد لله والشكر أكملنا الامتحانات في بعض الكليات والآخر وبقية الكليات لا تزال مستمرة، والامتحانات تسير بشكل جيد والحمد لله. في البداية كان الطلبة متخوفون جدا من تجربة الامتحانات، بالطبع لهم حق بذلك كون العملية جديدة، لكن الجامعة قامت بالعشرات من ورشات العمل والامتحانات التجريبية قبل الامتحانات. جميع الكليات في الجامعة وأقسامها قامت بامتحانات تجريبية مرة ومرتين وثلاثة للطلبة قبل خوضهم الامتحانات. أكملنا كافة الاستعدادات التقنية من حيث تزويد الطلبة بما يسمى بهوية إلكترونية ID Electronic ID، والتي تتيح له الدخول إلى منصة الامتحان سواء كانت الأدمودو أو جوجل كلاس روم. من خلال هذه الهوية الإلكترونية يستطيع الدخول ويستطيع التفاعل مع الامتحان وتقديم الإجابة وإرسالها. قسم من المنصات المستخدمة كانت مزودة بخاصية الاحتفاظ بالإجابة عند انطفاء التيار الكهربائي. لو حصل بشكل مفاجئ خلال فترة الامتحان انطفاء للتيار الكهربائي، ستبقى الإجابة موجودة في المنصة في الكلاود في الغمامة لحين عودة التيار الكهربائي، وتعيد المنصة إرسال الإجابات إلى المركز الامتحاني. في الجامعة شكلنا مركز امتحاني كبير على مستوى رئاسة الجامعة. يرتبط مركز الامتحان الإلكتروني بمراكز في كل الكليات، وفي الكليات أيضا هناك مراكز امتحانية إلكترونية في الأقسام العلمية. نستطيع من خلال المركز الامتحاني الإلكتروني الموجود في جامعة الموصل الدخول على أي طالب في أي وقت وفي أي مكان والتكلم معه بشأن الامتحان.